السلام عليكم مشاهدي قناة بتيسار، مرحبا بكم، مرحبا بالجميع. نتمنى من الله دائما تكونوا بصحة جيدة يا ربي، وانتم تتشاهدوا الفيديو. اليوم جيت ناخذ اللوز والجنجلان، راكم عارفين دابا حنا مقبلين ان شاء الله على شهر رمضان، وبغيت نشارك معكم اللوز. تشوفوا الاسمنة ديال هنايا اللوز ايبرلاندو كما تتشاهدوا، فهنا اللوز ديال 6 أورو و50، كاين الشكل، كاين هذا النوع هذا كذلك، كاين هذا اللي مزولين له يعني مقشر، هذا ديال 7 أورو و50 كيلو، وهذا 7 أورو و20، وهذا ديال 6 أورو و50، فالثمن جد جد مناسب. كاين هذا النوع هذا 6 أورو و50، كاين هذا 6 أورو، هذا النوع هذا 6 أورو، وكاين هذا النوع ديال 6 أورو و20، كاين هنايا البندق 9 الأورو، هذا 9 الأورو، وهنا كاين القرقاع. المهم اللي بغيتو كلشي موجود هنايا، حتى الأثمنة مناسبة. هنايا كاين كما تتشوفوا، كاين زبيب، كاين هاد ميرتيلو، كاوكاو، قرقاع، المهم كلشي موجود اللي بغيتو كاين. هنا هاد الفواكه، هادو فواكه يابسة، بابايا، المونغ، كاين الاناناس، كلشي موجود. ها هو هنا الزبيب، كاين انواع هنا ديال الزبيب، كل شكل والثمن ديالو. هنايا كاين التمور، انواع ديال التمور، كاين داك الشكل حتى هو، شوفوا الثمن ديالو 5 أورو و50. هنا كاين الشريحة، هنا كاينه زريعة الكتان، الثمن ديال 2 أورو و50، هانتوما كل وحدة والثمن ديالها. هادي هنا الزريعة ديال القرعة، هاهو هنا الفينوكيو، هاهو الثمن ديالو. هنا كاين الزنجلان، هذا داير 2 أورو و30، هذا 2 أورو و70، هذا النوع، وهذا النوع هذا داير 1 أورو و50. كاين واحد الشكل واحد اخر تنديه فيه نص كيلو ب 1 أورو و50، ما لقيتوش، سهله. الحمص، هنا الحمص،
الجلبانه الخضراء اليابسه العداس، المهم كلشي كاين، كلشي كلشي. هنا اللوبيا، انواع اللوبيا، المهم كما قلت لكم في الاول اللي بغيتوها كاينه الحمد لله، الخير موجود، كلشي كاين. هنا كاين الانواع ديال العسل، كل عسل الثمن ديالو، دابا نحتاجو العسل بزاف في شهر رمضان، نبغى ندير الشباكيات، بغريل، البريوات، المهم كل واحد شنو باغي يدير. وهنا كاين الانواع كلهم والاثمنه مناسبه.